في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وخاصة مكافحة الجرائم الاقتصادية، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة متمثلة في أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمقرى، وذلك على إثر معلومات وردت إلى قائد كتيبة من حجز كمية معتبرة من مادة الشمة مقلدة الصنع نوع سيلا بليس سعة 30 غرام تقدر ب 117 ألف كيس، كانت مموهة بإحكام على متن شاحنة. لذا نذكر السادة المواطنين بضرورة التبليغ عبر الخط الأخضر المجاني 1055 أو على الموقع الإلكتروني www.mdn.ppgn.com.